اسوي فيهم يا ربي؟ شو تسوي؟ انت شكلك داشه على شغل. اجيبك وياي. داعشيه صايره. اجيبك وياي. شوفي مي، انا اجيبك انا وياك نستلم زين، بس كون يكون في رقابه مو بس بالوطن العربي. عرفتي؟ واحنا انا وياك يسلمونا مناصب يبو، وش راح يصير؟ انا هني في الكويت ويعني مسويه ازمه. لا يعني انا يعني لازم تختارين شيء مميز. مو كل من اجى وغنى وطلع زين، واكو هسه احنا بعصر الصوره. يعني احنا انت لازم من تريد تصير فنان تضبط شغلك، تضعف، تهتم بصحتك، تهتم بشكلك، تهتم. يعني انا مو ملكه جمال. لا انت جميله. لا مو ملكه جمال، انا انسانه الحمد لله رب العالمين اعطاني الحمد لله عيون حلوه، خشم زين، حلق زين، عندي صوت حلو، وجه مقبول زين، لكني انا مو ملكه جمال العالم، لكن انا اعرف شلون اميز شكلي على الباقي. انت تحبي الشكل الشرقي؟ انا كلش، انا جدا تقليديه، شعر اسود وفرق بالنص. معنا قالوا قبل يومين انت مركبه راس صح؟ ايه قالوا لك انا وصلت هذا الموضوع. شفته شفت قاعد تضحك. ايش رايك بالراس الجديد؟ لا بس حلوه يعني. او كنتي اسمن ضعفتي، وكنتي في سن اصغر، ملامحك بعدها قاعد تتشكل. بالضبط، انا جت فتره ضعفت حيل، جت فتره سمنت ورجعت ضعفت. وبعدين والستايل كان مختلف. الستايل بعدين مكياج الواحد يتطور، اذا غير خشم، اذا غير خدود، ينحك. الكنتور لعب لعب. ايوه يا حبيبتي انا مكنتره دلوقتي. مكنتره؟ والله شوفي انا قلت لهم يعني انا لو يحتاج لي عمليات تجميل شويه بوتوكس ومدري شنو راح اسوي. راح تسوينه؟ ما عندك مشكله بالتجميل؟ لا ابدا. قلت لك انا طلب مني اسوي خشمي هوايه بس احبه. ما احس ان يعني الناس هواي، اكو هواي ناس مزعوجه من عنده، بس انا احبه. انت شو مشكلتكم؟ خشمي شو تسوي؟ اتنفس مرتاحه وسبحان الله رب العالمين ما ينطشي الانسان اذا مو لايق عليه. طبعا مطبقه تطبيق كان راسمه رسم. الا اذا كان اكو واحد عنده عيب كبير يعني دفو كبير، اوكي روحي صفحه. يعني مثلا خشمي عود في اعوج، اي عنده هاي العظمه، اي في ناس يصلح بالعكس حقه عشان لما يطالع نفسه في المنظره يكون راضي عن نفسه. انا اذا وصلت عمر الأربعين والخمسين اكيد حامل بوتوكس. لازم تسوينه. عيدي ابدا. وهايفو. منو؟ وهايفو. شنو هذا؟ هايفو عشان يشد القشره. هذا الجديد ما اعرفه. ما تعرفين؟ لا. افا ليش؟ ليش؟ الحين مركبوا لك الراس الجديد ما قالوا لك عنه؟ لا ما قالوا لي عنه. اكو هاي التكساس؟ تكساس اي. عشان نحت المكان. لازم تسوينه؟ لا. ما احبها اصلا. ليش؟ ما ادري احسها تكبر الوجه، واحس البنيه حلوه بنعومتها. يعني احب البنيه اللي تكون ملامحها وشكلها ناعم، يعني اعتقد هاي شوي تعطي رجوله. اوكي. بنظري. في نظرك اكيد اللي ما يعجبك يعجب غيرك. اي بالضبط.